تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، خاصة محور الفريق كمال عامر الذي يعد شريانا جديدا داخل محافظة الجيزة، وهو المحور العرضي الذي يمر في المحافظة من جنوبها حتى شمالها ليربط بين طريقي الدائر منيب والدائر الوراق. كما تفقد السيد الرئيس كذلك محور أحمد عرابي الذي يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول 11 كيلومتر، وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، حيث تم ربط محور أحمد عرابي بالطريق الدائري ومحور الفريق كمال عامر ليكون بذلك محورا بديلا يحل مشكلة التكدس المروري المتزايد على محور 26 من يوليو. وأوضح المتحدث رئاسة الجمهورية أن محاور محافظة الجيزة الجديدة تمثل شرايين حياة وطرقا محورية جديدة تهدف إلى تسهيل الحركة واختصار الوقت والمسافة داخل المحافظة، بالإضافة لربطها بالمحافظات المجاورة، وذلك في إطار المخطط القومي للمحاور والطرق على امتداد كافة محافظات الجمهورية.